العاصمة السعودية الرياض بتواصل لفت أنظار عشاء الألعاب الإلكترونية باستمرار تنظيم فعاليات كبيرة. هينظموا فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وده الحدث الأكبر في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، هيستمر إن شاء الله حتى 25 من شهر أغسطس. تعالوا أوريكم تقرير من هناك ونشوف المنافسات، وأيضا لقاء مع الأستاذ فيصل بن حمران الرئيس التنفيذي للرياضات الإلكترونية في مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ونطلع بعدها لفاصل نستقبل ضيوفنا الزملاء الأعزاء محمد جمال، محمود شاكر، إسلام عزت. خليكم معنا. طبعا صناعة الرياضة الإلكترونية مؤخرا من أكبر الصناعات المتطورة حول العالم. المملكة العربية السعودية كانت سباقة ورائدة في هذا المجال في آخر 5 سنوات. اليوم الرياضة الإلكترونية والبطولات والفعاليات المصاحبة كلها قاعد تصب في مجال الرياضة الإلكترونية حول العالم. احنا اليوم عندنا أفضل الألعاب في العالم، عندنا أفضل الفرق من حول العالم، عندنا أكبر جوائز رياضات إلكترونية في العالم، وعندنا أكبر فعاليات مصاحبة. فكل هذه مع بعض قاعدة تصب أكثر في مكانة المملكة العربية السعودية والرياض تحديداً أنها تكون مركز اللعبة. طبعاً الـ 21 بطولة اللي عندنا للنساء والرجال يشاركون فيها، ولكن عندنا بعض الشراكات مع بعض الناشرين اللي تخصص فيها بطولات خاصة للنساء، زي موبايل ليجند صار فيها بطولة فقط للنساء. إن شاء الله مع السنوات المقبلة يكون في بطولات أكثر تستهدف النساء فقط، ومع الناشرين وشراكاتنا معاهم بيكون معانا جهود أكثر بإذن الله.